السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بالمواد الهندسية هو موضوع ميكانيكال تيستينج. احنا اخذنا سابقا المواد الهندسية الانجينيرينج ماتيريالز، وايضا صنفناها الى ميتلز، سيراميكس، بوليمرز اند كومبوزيت ماتيريالز. صنفناها الى مواد معدنية ومواد سيراميكية ومواد بوليمرية وكذلك المواد المركبة. هذه المواد الهندسية أيضا نجري عليها اختبارات. هذه الاختبارات قد تكون اختبارات ميكانيكية واختبارات فيزيائية وأيضا اختبارات كيميائية حسب نوع الاختبار. كل نوع من الاختبار ينطينا فد خاصية معينة للمادة نستنتجها. احنا موضوعنا اليوم راح نركز فقط هسه على الميكانيكال تيستينج، الاختبارات الميكانيكية. هذه الاختبارات الميكانيكية احنا ليش نجري اختبارات ميكانيكية؟ نجري اختبارات ميكانيكية حتى نعرف الخصائص الميكانيكية للمادة لكي يتم استخدامها في يعني تطبيق معين، لانه المادة ما اقدر استخدمها بكل التطبيقات، لذلك لازم اعرف خصائصها الميكانيكية. لذا لو كان عندنا تطبيق معين انه قطعة معينة تتعرض الى التواء، لازم اعرف انه مقاومة الالتواء لهذه المادة، يلا اجي استخدمها في هذا التطبيق. ايضا لو كانت قطعة معينة تستخدم في جهاز معين تتعرض الى قوة شد، لذلك لازم اعرف انا مقاومة الشد للمادة حتى اجي استخدمها هنا، وكذلك غير بقية الاختبارات. لذا اليوم راح ناخذ اول اختبار، الاختبار الأول اللي نسميه الهاردنس تيستينج، اختبار الصلادة. نريد نعرف شنو هو اختبار الصلادة. اختبار الصلادة ممكن تعريفه is the resistance of materials to identation or operation by another hard body، يعني مقاومة المادة للخدش والقطع من قبل عدد أخرى. هذه العدد تكون أصلد من المادة الأصلية. يجب أن تكون العدة اللي أقيس بها صلادة المادة أكيد أصلد من المادة، وإنما مستحيل أنه تكون المادة أصلد من العدة، لذلك أنه يعني ما راح أقدر أنه أقيس صلادة المادة بهالحالة. يعني أرجع تعريفها، مقاومة المادة للخدش والقطع، الصلادة مقاومة المادة للخدش والقطع بواسطة عدد أخرى أصلد منهم. لذا أن good resist good hardness يعني الصلادة الجيدة تعطينا indicate مؤشر عن شنو resistant to scratching and wear، أنه المادة تكون مقاومة للخدش وأيضا البلا. هسه البلا هو بحد ذاته الوير أنه موضوع يعني كبير، لذلك أنا راح أنطيك فد نبذة مختصرة عن الوير. الوير يقصد بها هي أيضا أنه مقاومة المادة للاحتكاك، بس هنا الاحتكاك شون قد يكون؟ قد يكون مثلا جسميا أحدهم يتحرك عكس الثاني، لذلك أنه راح نشوف أنه يا هي المادة اللي تعرض لل راح أنه المادة اللي أقل صلادة من الأخرى راح كأنما تبلى، أي تقطع منها أجزاء من هذه المادة، فيزال أجزاء من هاي المادة نتيجة أنه صلادة المادة الثانية تكون أكبر من صلادة المادة الأولى، فهذا يقصد بالوير. مو موضوعنا لكن يعني مداخلة أثناء الشرح. هسه عندنا مصطلحين يجب أن نفهمهن. الأولى عندنا الايدنتر والثاني الايدنتيشن. شنو الايدنتر وشنو الايدنتيشن؟ احنا هنا بهذا الاختبار انه نستخدم عدة لقياس صلادة المادة، لذلك هذه العدة اني اسميها الايدنتر، العدة اللي استخدمها لقياس صلادة سبيسيمين عينة، فهاي اسميها الايدنتر. الايدنتيشن اني هذه العده ايش راح اسوي؟ راح اسلطها على الجسم اللي اريد قياس صلادته، لذلك راح تترك اثر على هذه الماده، هذا الاثر اسميه بالايدنتيشن. لذا الايدنتر بمعنى العده، راس العده اللي استخدمها لقياس صلاده، والايدنتيشن انه الاثر اللي تركه العده على العينه. الهاردنس
عادة ما يستخدم بصورة واسعة لقياس خصائص المادة. ليش انه يستخدم بصورة واسعة؟ لانه هذا الاختبار يكون quick and convenient. يعني شنو؟ انه الاختبار يكون سريع ومناسب، convenient او نسميه suitable، يكون سريع او وكذلك مناسب. لذلك هذا يستخدم بصورة كبيرة في الصناعة، ويستخدم لي قياس خصائص المواد بشكل عام. من أهم الاختبارات الصلادة احنا عندنا برينال وأيضا عندنا روكويل، لكن أيضا أكو بعد أنواع غير هذه مثل فيكارز ونوب، أيضا نوع من الصلادة. وكذلك أكو نوع آخر نسميه بالكرة المرتدة، أيضا أنه هذا النوع من الصلادة نستخدمه في يعني قياس صلادات أجزاء معينة تختلف، أنه المادة اللي يقيس صلادة كل من حسب يعني استخدامه. لذلك راح ندخل بها إن شاء الله. هسه راح أجي للنوع الأول من اختبار الصلادة. النوع الأول شو راح نسميه؟ برينال هاردنس تيست، اختبار صلادة برينال. أي نوع من الاختبار؟ احنا قلنا اختبار الصلادة الهاردنس، لذلك يرمز لها بالرمز H كابيتال، H كابيتال. بعدها أجي النوع هذا، يا نوع مثلا برينال راح أخلي تحت الأج أنه B تكون صغيرة، فيعني رمز برينال هاردنس. لو كانت انه مو برينال فيكارز فراح اخلي اتش وبصفها صب في. لو كانت روكويل ايضا راح اخلي اتش وبصفها صب ار، صير يعني مختصر لنوع الاختبار. هسه راح اجي للنوع الاول اللي هو نسميه برينال هاردنس تيست، اختبار صلادة برينال. في هذا النوع من الاختبار يستخدم كرة فولاذية، هذه الكرة مصنوعة اما من الهارد ستيل يعني الفولاذ المصلد، او التنجستن اللي هو التنجستن هاي مادة تكون صلادتها عالية، او سمنتد كاربايد. احنا عندنا الكاربيدات بصورة عامة تكون صلادتها جدا عالية. سيمنتد كاربايد، ايضا السيمنتد احنا يرمز للسيمنتد Fe3C، هو هذا يعني احد اطوار الحديد كربون، بحيث انه هذا يمتلك صلادة جدا عالية. لذلك السيمنتد كاربايد انه يستخدم ايضا في القطع. فاحنا قلنا بهذا الاستخدام، بهذا النوع من الاختبارات نستخدم كرة فولاذية. هذه الكرة يكون قطرها تقريبا عادة ما يكون قطرها 10 ملليمتر. هذه الكرة ايضا راح تضغط على سطح العينة بلود معين، اي بحمل معين، لذلك راح تترك اثر على العينة، راح تترك اثر على العينة. هذا الاختبار يجب ان يعني من المهم انه نراعي الاختيار او الخلط ما بين اللود والبول سايز، يعني الحمل وحجم الكرة. يعني هنا أنا ما اجي اخذ يعني حمل معين هيجا بحيث لازم هنا أنا يتحدد الحمل، كذلك قطر الكرة. ويجب ان انه اذا كان مثلا الحمل عالي فهنا أنا لازم يكون قطر الكرة كذا يعني ينزل، إذا كان الحمل قليل ممكن أنه قطر الكرة أو حجمها يكبر. لذلك بهذا النوع من الاختبار يجب أن نحدد شقد اللود وكذلك قطر الكرة. بهذا النوع من أنواع الاختبارات الصلادة اللي هو برينال هاردنس تيست، قلنا نرمز لها بالإتش صب بي، مثل ما موضح بالرسم اللي أمامنا، إنه كرة أما قلنا فولاذية أو من التنجستن أو قلنا سيمنتد كاربايد. هذه الكرة قطرها دي كابيتال، قطر الكرة نرمز له بالرمز دي كبيرة. الكرة عندما تضغط على العينة راح تترك لنا أثر، أثر راح يكون أيضا دائري، هذا الأثر راح نقيس له أيضا القطر، والقطر دي سمول أي دي تكون صغيرة. لذلك بالقانون شو راح يكون القانون؟ مثل ما موضح أمامنا بالقانون الثاني اللي هو الاتش بي يساوي خط كسر البي بالكيلوغرام. احنا مرات انه نستخدم القوة بالكيلوغرام او بالنيوتن،
ممكن يعني نستخدمها بالكيلوغرام أو النيوتن. يعني هنا هسه مثلا القانون وحدات الصيد، كيلوغرام على المليمتر المربع، ممكن يعني يكون نيوتن على المليمتر المربع حسب معطيات السؤال. فهنا ال HB شو راح يساوي لنا؟ خط كسر P بالكيلوغرام، هو هنا نحاسبها على نصف باي، عندنا الباي اللي هي 3.14، دي كابيتال افتح قوس دي كابيتال ماينس تحت الجذر دي كابيتال تربيع ناقصا دي سمول تربيع. واحنا قلنا دي كابيتال هي قطر الكرة، والدي السمول هي قطر الاثر اللي تركه الكرة على العينة. هذا بالنسبة للقانون. وحدات القانون مهمة جدا، لازم تنكتب نهاية السؤال اللي هي كيلوغرام على المليمتر مربع او نيوتن على المليمتر مربع. في بعض الأحيان هنا شي ينطينا، ما ينطينا ال دي كابيتال، يعني ما ينطينا قطر الكرة، شي ينطينا بمكانها؟ ينطينا بمكانها كي. هذا الكي هو كونستانت، أي ثابت، قيمته بي على دي سكوير، قيمته بي على دي سكوير. بعض الأحيان ينطينا البي وما ينطينا الدي، فعن طريق هذا القانون نستخرجه، نستخرج البي. وبعض الآخر أنه ينطينا البي أو ينطينا الدي ما ينطينا البي عفوا، فهنا أيضا عن طريق البي نستخرجها عن طريق هذا القانون اللي هو يساوي بي على دي سكوير. بحيث احنا قلنا الكي هو كونستانت، الكي قيمه ممكن ان تتراوح من 1 لـ30، والقيم تكون الزيادة. يعني بالنسبة للفيروز ميتل مثل ما موضح امامنا، الفيروز ميتل اي بمعنى المعادن الحديدية، المعادن الحديدية تكون الكي يساوي 30. بالنسبة للثاني الكبر عن الكبر ألويز النحاس وسبائك النحاس، تكون الكي مساوية إلى 10. الألمنيوم and aluminium alloys، الألمنيوم وسبائكه تكون الكي مساوية إلى 5. وآخر شيء عندنا الليد والتن اللي هو الرصاص والقصدير، وكذلك الوايت بيرينج ميتلز، يعني المعادن اللي تكون ضعيفة إنه الكي مالتها يكون 1. وبالتالي انه هذين بعد ما انه نستخدمهن انه نستخرج القيمة مال H sub B. هنا هسه بعض الطلاب مثل ما موضح هنا بالرسم ممكن ان يتساءل، احنا عندنا بالرسم الثاني اللي بالاسفل عندنا D1 and D2، يعني هنا بعض الاحيان انه يقيس D1 ويقيس D2. ليش؟ لأنه ممكن هذه الكرة لو سقطت، احنا بعض الطلاب ممكن ان يتساءل يقول هي يعني دائرة راح يترك اثر دائري، ممكن ان يكون قطرها ثابت باي اتجاه من الاتجاهات، لكن هنا ممكن المادة صلادتها تختلف من مكان الى مكان اخر، لذلك من تسقط الكرة ممكن ان تسقط من جهة معينة وتبقى من الجهة الاخرى، لذلك انه الاقطار ممكن راح يصير بها اختلاف بسيط. لذلك بهاي الحالة ايش راح اسوي؟ يعني راح اخذ D1 واخذ D2، وبالتالي اخذ الافرج المعدل الهن. شلون اخذ الافرج؟ اقول D1 زائد D2 على عددهن اللي هو 2. لو أخذت D1 و D2 و D3 أيضا، راح أقول D1 زائد D2 زائد D3 على 3 عددهن، وهكذا قد ما أخذ، عسى ما أخذ 15 دي أجمعهن وقسمهن على عددهن حتى أخذ الأفرج للدي. هذا بالنسبة لهذا الاختبار. هسه هذا الرسم هو رسم تخطيطي لهذا النوع من الاختبار. مثل ما نلاحظ انه هذه الدائرة تمثل الكرة، وقايل انه الدي كابيتال انه ها قطر الكرة، وكاتب ايضا هنا كاتب انه بول ايدينتر، يعني انه الايدينتر مالتي هو كرة. الايدينتر يعني الجسم
أو العدة اللي يقيس بها الصلادة إنه تكون هي كرة. وهنا كاتب لنا فوق السهم اللي نازل للأسفل كاتب اللود بين قوسين P، أي إنه الحمل اللي أستخدمه على مود أقيس صلادة هذه المادة. وهنا أيضا عندنا بالأسفل عندنا السبيسيمين. السبيسيمين تعني العينة، وهنا الدي سمول بالأسفل، الدي سمول يقصد بها أنه قطر الأثر اللي تركته الكرة على العينة. To ensure constant or dependable result, the following pre-equations should be observed. يعني شنو هنا؟ على مود نتأكد أنه النتائج تكون ثابتة ومعتمدة، لذلك عندنا بعض الاحتياطات يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار. هذه الاحتياطات يعني شنو؟ أنه أني مو أي عينة أجي أستخدمها أقيس لها الصلادة، أكو بعض المهددات أو البريكويشنز نسميها الاحتياطات اللي نأخذها بنظر الاعتبار. نجي رقم واحد. رقم واحد شو يقول؟ The thickness of the specimen، يعني أنه سمك العينة should be at least، يعني يجب أن تكون على أقل مقدار، وأقل مقدار 7 times the depth of indentation، يعني يجب أن يكون سمك العينة هو 7 أمثال قطر ال indentation، قطر الأثر. هنا العينة يجب أن يكون سمكها 7 أمثال قطر الأثر، مثل ما وضح هنا مثلا الكرة أنه من سقطت تركت لنا هذا الأثر، بحيث أنه العينة يكون سمكها 7 أمثال يعني لهذا الايدنتيشن أو الأثر 7 أمثال حتى ما تتشوه العينة. هذا بالنسبة للبريكويشنز الأول. نجي الثاني رقم 2، The edge of the indentation should be at least 3 times the diameter of the indentation from the edge of the test specimen. شو يقول هنا؟ يقول the edge of the indentation انه حافة الاثر. احنا عندنا العينة راح تترك اثر، عفوا الكرة راح تترك اثر على العينة، فعندنا هذا الاثر حافة الاثر يجب ان يبعد 3 مرات، يجب should be at least 3 times the diameter of the indentation، يجب أن يبعد يكون البعد مالته 3 مرات ضعف ال indentation قطر ال indentation يعني قطر الأثر عن حافة العينة. هنا أنا راح أعيدها، نكون حافة الأثر، حافة الأثر اللي ترك الكرة على العينة يبعد عن حافة العينة انه يكون 3 أمثال قطر الأثر. حافة الأثر تبعد عن حافة العينة بمقدار 3 أمثال قطر العينة. هذا بالنسبة للنقطة الثانية. النقطة الثالثة، The test is unsuitable، يعني شنو؟ غير مناسب. هذا الاختبار يكون غير مناسب للمواد اللي تكون صلادتها تتجاوز 500 HB. هذا النوع من الاختبار انه يكون غير مناسب او ما يستخدم للمواد اللي تكون صلادتها اكبر من 500 HB، لان هنا عندنا اصلا هي الكرة او يعني اللي استخدمها صلادتها هي تقريبا 500، فأني ما أتجاوز صلادة مادة فوق 500 أجي أقيسها بهذه المادة، لأنه بهذه الحالة أنه ما راح ينترك أثر على العينة، وإنما هذا إذا كانت العينة أصلا من الكرة، بالتالي راح الكرة عندما تسقط على العينة الكرة هي اللي راح تنبعج، الكرة يصير بها انبعاج للداخل وليس المادة المراد اختبارها، وبالتالي راح نقول انه هذا الاختبار غير مناسب للقياس صلادات المواد اللي تتجاوز صلادتها 500 HB. هذا بالنسبة للثالث. لذلك هذين 3 احتياطات يجب ان ناخذهم بنظر الاعتبار بهذا النوع من الاختبار حتى
أن حصل على results، يعني نتائج تكون معتمدة. أني بالنسبة لكل مادة أقيس، يعني أسوي لها اختبار معين على مود يعني أعرف نتيجة الاختبار، وبالتالي أستخدمها في تطبيق معين. لذلك عندنا strength، المقاومة مالت المادة، ممكن أنا أحسبها، عن طريق اختبار ثاني اللي هو اختبار الشد، راح نأخذه فيما بعد. لكن هنا عندنا أكو ارتباط ما بين strength والهاردنس، أكو ارتباط ما بين الصلادة والمقاومة مالت المادة، أكو ارتباط. لذلك ممكن أنا عن طريق الصلادة أقدر أحدد التنسايل سترينث، مقاومة الشد مالت المادة، عن طريق قياس الصلادة. يعني عن طريق قياس الصلادة، احنا قلنا القياس الصلادة يعني اختبار سريع ممكن تطبيقه مباشرة، بحيث عن طريق هذا الاختبار أحدد الصلادة وريليشن شيب، يعني علاقة معينة، انه استطيع ان اعرف ايش قد السترينث مالت المادة. هسا عندنا الادفانتج اند ديز ادفانتج اوف برينل هاردنس تيست. اكيد كل اختبار، احنا ليش تعددت الاختبارات؟ لانه اكو ادفانتج واكو ديز ادفانتج. الادفانتج اي بمعنى الفوائد مال هذا الاختبار، الديز ادفانتج مضار، بس هنا انا ما اعتبرها مضار وانما اعتبرها محددات، يعني محددات لهذا النوع من الاختبار. لذلك لو يعني قلت في السؤال ما هي الادفانتج عن ديز ادفانتج اوف برينل هاردنس تيست، فراح هذين الاربع نقاط تكونن هي الادفانتج والديز ادفانتج. راح اجي نقطه نقطه. النقطه الاولى تقول لارج ايدنتيشن افريج او كفرز اوت لوكال هيتروجينيوس هيتروجينيتيز اوف مايكروستراكشر. يعني شنو؟ أني بعض الأحيان أنه تكون المادة، لو كانت المادة بيور يعني مادة نقية، لنفترض فقط حديد، أجي أقيس الصلادة أنه هذه رأسا أطلع النتيجة مباشرة. لكن لو كانت المادة تتكون من أكثر من عنصر، نفترض أنه المادة مقوعة بحبيبات من المادة ثانية، مثلا الكربون، حديد بداخله حبيبات كربون، انه الكربون قلنا صلادته عالية، لذلك راح يطي صلادة عالية للمادة. لذلك الكرة من راح تسقط على المعدن راح تغطي المعدن وكذلك تغطي هذه الحبيبات، وبالتالي راح انه الجهاز هنا راح يقيس لنا صلادة المعدن وصلادة هذه الحبيبات، وياخذ الافرج مالته وياخذ النتيجة كمعدل لهذه المادة. لذلك قلنا بهذه النقطة الأولى أنه راح يأخذ للأفرج للهيتروجينيتيز أوف مايكروستركتر، لعدم تجانس المايكروستركتر، تركيب المايكروي. هاي بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، different loads are used to cover wide range of hardness of commercial metals. يعني هنا لأنه بهذا الاختبار أنه أني أستخدم different loads، يعني أحمال مختلفة، لذلك ممكن أنه هذا النوع من الاختبار أيضا بسبب اختلاف الأحمال أقدر أقيس صلادات لمواد مختلفة حسب صلادتها. هذا بالنسبة للنقطة الثانية. النقطة الثالثة شو تقول؟ The Brinell hardness test is least influenced by surface scratch and roughness than other hardness test. إنه هذا النوع من الاختبار يكون أقل تأثراً بنعومة السطح والخدوش من الاختبارات الثانية. احنا قلنا لأنه كرة يستخدم كرة كبيرة الحجم 10 مليمتر قطرها، هاي الكرة راح تغطينا الأثر بالكامل أو تغطينا الخدش اللي موجود على المادة بالكامل، وبالتالي راح تقيسنا صلادة المادة. لكن لو أخذنا اختبار ثاني، اختبار ثاني نفترض راح نأخذ فيما بعد اللي هو اللي بعد الفيكرز، إنه الايدنتر مالته أو العدة اللي تم اختبار الصلادة هو يكون هرم ماسي.
هذا الهرم يكون حافة مالته مدببة، ممكن هذه الحافة تسقط داخل هذا الخدش أو داخل هاي الخشونة مالت السطح، وبالتالي راح تعطينا قياس صلادات خاطئة. لذلك بهذا النوع من الاختبار، لأنه إحنا الكرة راح تغطي هذا الخدش فتعطينا نتيجة تكون معتمدة. هاي النقطة الثالثة، يعني أنه ما يتأثر بنعومة السطح وكذلك الخدوش. بالنسبة للنقطة الرابعة، شو تقول؟ The test has limitation on small specimens or any critically stressed part. يعني شنو؟ أن نقول هذا الاختبار يمتلك limitation، محددات للعينات الصغيرة أو العينات المجهدة. شنو العينات الصغيرة وشنو العينات المجهدة؟ العينات الصغيرة أنه ممكن إذا استخدمت عينة سموكها صغير، بالتالي الكرة من راح تضغط عليها راح تنبعج هذه العينة للداخل، وبالتالي ما راح تقيس لنا صلادة صحيحة. هذا بالنسبة للعينات الصغيرة، لذلك يجب أن تكون حجم العينة مناسب، وأخذناها سابقا السموك شقد والطول شقد. اثنين، stressed part، أي الأجزاء المجهدة، يعني الجزء اللي معرض إلى شد، الجزء المعرض إلى انضغاط، الجزء المعرض إلى التواء، الجزء المعرض إلى انبعاج، وهكذا. هاي الأجزاء ما أقدر أستخدم هذا الاختبار إلها. ليش؟ لأنه هاي الكرة ممكن أن تضغط على منطقة مجهدة أو منطقة معرضة إلى هذا الإجهاد، وبالتالي راح تكون النتيجة قياس الصلادة نتيجة خاطئة، فتكون نتيجة خطأ، لأنه ممكن هذه قلنا الكرة تسقط على هذا الجزء المجهد أو الجزء المتعرض لهذا الإجهاد، وبالتالي راح تكون قياس الصلادة خاطئ. هذا بالنسبة للأدفانتج والديسأدفانتج مالت برينل هاردنس تيست، اختبار صلادة برينل. هذا النوع الأول. راح نجي هسه للنوع الثاني اللي هو الفيكرز هاردنس تيست. احنا قلنا ليش انه تعددت انواع الاختبارات، لانه المواد اول شيء مختلفة وصلاداتها مختلفة، لذلك محدداتها والادفانتج مالتها الفوائد، لذلك تعددت انواع الاختبارات. راح نجي هسه للنوع الاختبار الثاني. احنا قلنا الاختبار الاول يستخدم كرة اما فولاذية أو مصنوعة من التنجستين أو سيمنتيد كاربايد، بينما هذا النوع من الاختبار اختبار فيكرز، هذا النوع من الاختبار يكون preferable to Brinell test where hard materials are concerned. أي بمعنى أنه هذا الاختبار يكون مناسب ومفضل على اختبار برينل عندما تكون صلادة المادة عالية، أي عندما تتجاوز 500 HB. بهذا النوع من الاختبار شو استخدم عندنا؟ دايموند، الايدنتر مالته دايموند، يعني شنو؟ ماس. وإحنا نعرف أنه أصل مادة موجودة في الطبيعة هي الماس، بحيث أنه من خلالها تستطيع أنه تقطع الحديد وتقطع حتى الزجاج، فهي لأنه أصل مادة موجودة في الطبيعة، لذلك نستخدمها في عدد القطع. هذا بالنسبة للدايموند، انه صلادة الدايموند تقريبا 6000 HB، لذلك حتى لو تجاوزت صلادة المادة 500 HB انه ما يهم، لانه هنا العدة تكون هي اعلى صلادة، اعلى صلادة. هنا ايش عندنا؟ احنا قلنا نستخدم دايموند، هنا دايموند اي دينتر، الاي دينتر يكون ماس. هنا شلون يكون هذا الدايموند؟ مكتوب سكوير بيست بيراميد وذ انجل اوف 136 بتوين اوبوزيت فيسز، انه يكون متكون من اربع اوجه بشكل هرم ماسي، الزاوية ما بين وجهين متقابلين 136 درجة.
زاوية ما بين كل وجهين متقابلين 136 درجة، قلنا يكون بشكل هرم ماسي متكون من 4 أوجه، والزاوية ما بين كل وجهين متقابلين هي 136 درجة مئوية. هنا الأحمال أو اللود اللي يستخدمها بهذا النوع من الاختبار قد تكون 5، 10، 20، 30، 50 وصولا إلى المية. لو أخذنا مثال يقول if the hardness number، إذا كان الصلادة قيمة الصلادة is found to be 200، يعني إذا كانت قيمة الصلادة 200 باستخدام حمل إنه يكون load 50 كيلوغرام، لذلك راح نعبر عن قيمة صلادة فيكرز مثل ما موضح هنا أمامنا ال H sub V، شرح يساوي أوف الخمسين، لأن هنا استخدمنا 50 شرح يساوينا 200. هذا الخمسين هو الحمل المستخدم، لو كان الحمل المستخدم هنا مو 50، لو كان 60 كيلوغرام، بالتالي راح أخلي هنا 60، ممكن أن تكون 10 خلي 10، ممكن أن تكون 100 خلي 100، وكذلك هاي 200 حسب نوع الحمل المسلط، يعني إذا كان هنا الحمل 50 فكانت النتيجة 200. المادة ثانية ممكن تكون صلادتها أكبر، أستخدم هنا حمل 100، ممكن أن يطلع النتيجة لل H sub V هي ممكن أن تكون فد 1000 مثلا على سبيل المثال. لذلك يمكن التعبير عن صلادة فيكرز بهالشكل اللي موضح أمامنا. هسه هنا H sub V احنا عندنا القانون مثل ما أخذنا القانون بالنوع الأول من الاختبار، أيضا هنا عندنا قانون النوع الثاني من الاختبار. هذا الاشتقاق ما مطلوب، وإنما فقط القانون آخر شيء أنه قانون فيكرز شي يساوينا H sub V شي يساوينا 1.854 بي على دي تربيع. احنا قلنا الدي السمول انه قطر الاثر، البي هو القوة المسلطة على المادة. هنا ايضا هناك شفنا رسم تخطيطي، هنا ايضا عندنا رسم تخطيطي. الرسم اللي بالاعلى انه قلنا انه بهذا النوع من الاختبار يستخدم هرم ماسي رباعي القاعدة، الزاوية ما بين كل وجهين متقابلين 136 درجة، وهنا موضح أيضا 136 درجة، وهنا القوة المسلطة اللي يتم تسطيط بها العدة على العينة. هنا بالرسم الثاني هنا عندنا الأثر اللي تركه الهرم الماسي على العينة مثل ما موضح أمامنا، أيضا بD1 وD2 نقيس D1 ونقيس D2 نجمعهن ونقسمهن على عددهن وناخذ الأفارج. هسه واحد يسأل، ممكن أحد طلب أنه يسأل أيضا نقول هنا أنا ممكن أنه D1 يساوي أنه D2، أرجع نفس السبب اللي جاوبتكم عليه قبل شوية، قلنا ممكن أن تكون صلادة المادة بهاي المنطقة أصلا من المنطقة الثانية، بحيث أنه الهرم من يسقط أنه يميل بأحد الجهتين أكثر من الجهة الثانية بسبب اختلاف صلادة المادة نفسها في منطقة مقاربة على المنطقة الثانية. لذلك هنا نأخذ D1 وD2 نجمعهم ونقسمهم على عددهم حتى نستخدمهم بالقانون. هذا بالنسبة للنوع الثاني من الاختبارات. النوع الثالث من الاختبارات The Rockwell Hardness Test، انه هذا النوع من الاختبار نسميه Rockwell، يرمز له بالرمز H sub R. بهذا النوع من الاختبار انه شي يستخدم Small Diameter Steel Ball، يستخدم كرة فولاذية صغيرة، هاي إلمن للسوفت ماتيريال، يعني للمواد اللي تكون أقل صلادة أو المواد الطارية نسميها، ويستخدم دايموند كون أو نسميه البريل، يعني مخروط ماسي. انتبه عليه هنا يستخدم
يستخدم مخروط ماسي، فيكرز يستخدم هرم ماسي، هناك يستخدم هرم ماسي، هنا يستخدم مخروط ماسي. المخروط يختلف عن الهرم، هنا يستخدم مخروط ماسي للمواد اللي تكون صلادتها جدا عالية. أيضا هنا أنه عمق الأثر، عمق الأثر اللي ترك الأيدنتر لرأس العدة ممكن أنه يقاس مباشرة عن طريق الجهاز. هذا النوع من الاختبار يقول is widely used in industry، يستخدم كثيرا في الصناعة. شنو السبب اللي يخلي هذا النوع من الاختبار أنه يستخدم كثيرا بالصناعة؟ عندنا ذن 6 نقاط جدا مهمة. هذه النقاط، النقطة الأولى شو تقول؟ أنه هذا الاختبار quick and simple. يعني شنو كويك وشنو سمبل؟ هذا الاختبار يكون سريع وبسيط بحيث انه الجهاز مباشرة ينطينا النتيجة بشكل اوتو، يعني تظهر لنا النتيجة على شاشة الجهاز. هاي بالنسبة للنقطة الاولى. النقطة الثانية direct reading، القراءة تكون مباشرة، يعني من راح انه تظهر عندنا النتيجة على الشاشة ناخذها مباشرة هي النتيجة، ما يحتاج انه ندخلها بقانون ونستخرج النتيجة. النقطة الثالثة تقول freedom from personal error، يعني require no special skills، انه هذا النوع من الاختبار ما يحتاج مهارات خاصة، فممكن انه اي شخص يجي يستخدمه وما تظهر عندنا error، يعني نسبة اخطاء. النقطة الرابعة يقول ability to distinguish small hardness difference، انه هذا الاختبار ايضا ممكن ان يميز ما بين الصلادات، اختلاف الصلادات البسيط، بحيث انه بعض الانواع الاختبار من يقيس لنا صلادة ويقيس لنا صلادة نفس المادة بمنطقة عن منطقة ثانية، انه اذا تكون متقاربة جدا ينطينا اياها بحيث نفس يدها، لكن هذا النوع من الاختبار ينطينا حتى الفرق البسيط الموجود ما بين هذه المنطقتين بنفس المادة. النقطة الخامسة تقول small size of identification، يعني هنا الأثر اللي تركه الايدنتر يعني العدة على العينة يكون يعني صغير، بحيث انه ما يشوه العينة، بحيث انه بهذا النوع من الاختبار ممكن العدة انه اجري لها الاختبار وبنفس الوقت يعني بعد ما اعرف صلادتها ارجعها نفس العينة ترجع مكان استخدامها، اي مكان التطبيق، في نفترض انه احد الاجهزة الكهربائية او في احد المعدات الميكانيكية استخدامها حسب استخدامها، لانه هذا النوع من الاختبار ما يترك لنا اثر كبير بحيث يشوه العينة، بحيث نكون هنا الاثر صغير، ممكن انه تستخدم هذه السامبل العينة في الاختبار في الجهاز او الماكينة. النقطة السادسة تقول they are so simple to perform، انه بسيط جدا بتطبيقه، بسيط جدا بتطبيقه وما يحتاج الى مهارة عالية، بحيث انه اي شخص ممكن انه يستخدمه بدون ما يعني يتطلب اي سكيلز اي مهارات، مثل ما اخذنا هناك رسوم تخطيطية، هنا ايضا رسم تخطيطي. الرسم اللي على اليمين الرسم نفسي العدة، عندنا على اليمين وعدة على اليسار، اللي على اليمين هنا مستخدم مخروط ماسي، واللي على اليسار يستخدم كرة انه تكون فولاذية. هنا راح يترك لنا اثر نسميه depth، العمق مثل العمق للأداة على العينة. هنا شنو؟ هنا شي يقول؟ حتى اوضح انه هذا الكلام اللي موجود هنا راح اوضحه بهذا الرسم او بهذا المخطط. شو يقول هنا؟ انه نفترض انه العدة هنا سواء كانت كرة او مخروط ماسي، هنا مستخدم احد العدتين اللي هي المخروط الماسي.
حتى نقيس صلادة أي عينة بهذا النوع من الاختبار. فشون يتم قياس الصلادة؟ يتم قياس الصلادة أنه العينة أولا عندنا لودين نستخدم، لود الأول نسميه الماينر، واللود الثاني اللي نسميه الميجر. الماينر الأولي والميجر اللي هو الأساسي اللي بعد ذلك نسلطه. فالحمل الأول يكون صغير والحمل الثاني يكون أكبر. لذلك شلون راح يتم؟ أولا أستخدم العينة وكذلك أخذ العدة وأسلطها على العينة بحمل نسميه الماينر 10 كيلوغرام، راح تترك أثر أولي، أثر ابتدائي. نفس العينة باقية هي على الأثر، أسلط لود الثاني اللي نسميه ميجر اللي هو يكون من 60 إلى 100 أو 150 كيلوغرام، أيضا راح يترك أثر ثاني. فالأثر الأول عمقه نسميه H1. بعد ذلك عندما سلطنا القوة الثانية فكبر الأثر، فهذا الأثر الثاني نسميه H2. لذلك عندما أريد أستخدم القانون حتى أستخرج قيمة الصلادة يتم استخراجها عن طريق هذا القانون HR، يعني HR يعني H Rockwell. الاكس هسه راح اقول لكم شنو الاكس، يساوي القانون ام ماينس باست اتش 2 ماينس اتش 1 على بوينت او او 2. هسه قلنا الاتش 2 والاتش 1 شنو؟ قلنا الاتش 2 الاثر عند تسليط الحمل الثاني، والاتش 1 الاثر عند تسليط الحمل الاول. تبقى الام، الام قيمتها اما 100 أو 130. اش وقت تكون قيمتها 100 واش وقت تكون قيمتها 130؟ تكون قيمتها 100 قد ما يكون استخدم مثل ما موضح هنا قيمتها 100 قد ما استخدم العدة دايموند، يعني المخروط الماسي، واذا استخدمت الكرة يكون قيمة الام 130. استخدم الام قيمتها تكون اما 100 أو 130. ارجع اعيد، قيمة الام اما 100 أو 130، 100 اذا استخدمت العدة مخروط ماسي، و 130 رأس العدة اذا كان كرة. فعندنا هسه الام انتهينا من عدها، والاتش 1 والاتش 2 قلنا ايضا انه الاتش 1 الاثر الاول والاستو الاثر الثاني بعد تسليط الحمل اللي سميناه الميجر. هسه الاكس هنا، الاكس يرمز الى نوع الاختبار. الاكس مثل ما موضح لهذا الحقل الاول الروكويل سكيل، اكس تساوي اي بي سي دي اي اف والام والار، هنا حسب نوع الاختبار. بحيث بالاختبار نوع اي يستخدم مثلا 60 كيلوغرام الحمل الثانوي، باختبار نوع بي يستخدم كرة فولاذية قطرها 1 على 16 100 كيلوغرام البي الميجر. بالاختبار نوع سي يستخدم دايموند والبي ميجر يكون قيمته 150. بالاختبار دي يستخدم ايضا دايموند والبي ميجر تكون قيمتها 100، وهكذا بقية الاختبارات. هذا النوع الثالث من اختبارات الصلادة. عندنا بعد انواع ثانية من اختبارات الصلادة واللي هو مثلا نوب، ايضا عندنا نوع من اختبارات الصلادة. الكرة المرتدة ايضا نوع من اختبارات الصلادة. هذني أهم أنواع اختبارات الصلادة. لهنا ينتهي موضوع اختبار الصلادة. شكرا لكم، مع السلامة.